حياكم الله مجددا ويا هلا ومرحبا فيكم معنا. اليوم عندنا موضوع الذي يعني انتشر كثير في الصحف السعوديه حول حسم المجلس الاعلى للقضاء اخيرا جدل تحديث الديات المتعلقه بقضايا القتل العمد والخطا. عندما قرر تعديل مبلغ الدية من 100,000 إلى 300,000 ريال للقتل الخطأ و 400,000 ريال للقتل العمد. طبعا هذا يأتي أو التعديل يأتي بعد أن لاحظ مجلس القضاء ارتفاعا في أسعار الإبل في الوقت الراهن والتي يقاس عليها مبلغ الدية في مثل هذه القضايا وفق الشريعة الإسلامية. طبعا المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميل عزام الخديدي، ومن ثم نعود للنقاش. استجابت الجهات المعنية أخيراً للمطالبات العديدة التي أطلقها علماء شريعة وقانونيون بضرورة إعادة النظر في قيمة الدية، إذ صدرت موافقة رسمية تقضي برفع قيمة الدية للقتل الخطأ من 100,000 ريال إلى 300,000 ريال، فيما ارتفعت دية القتل شبه العمد إلى 400,000 ريال. وجاءت هذه المطالبات برفع قيمة الدية بعد زيادة أسعار الإبل التي تعتبر شرعا القيمة المقررة في الفقه الإسلامي للدية التي لم تتغير قيمتها منذ 29 عاما. إن اختلف الزمان والمكان بحسب السعر فإنها تسعر حسب ما يكون في الزمن والمكان حسب ما يرونه من قيمة، وليس لهناك أحد يحدد. فإذا كانت المئة من الإبل مثلا تسوى مثلا حول 400-500، فعلى ورثة المقتول خطأ أو عصبة القاتل خطأ أن يقوم بجمع هذه المئة ثم تقديم لورثة المقتول، سواء كانت قيمتها قليلة أو كثيرة حسب الزمان والمكان. ولذلك تجد أن هناك اختلافات على قيمة الإبل. الحقيقة القرار جيد وإن جاء متأخرا، ونأمل طبعا هذا الشيء الطبيعي أنه ينعكس على ما يعرف بإرش الجناية. إرش الجناية هو الجروح التي تكون نتيجة يعني اختصام أو مضاربة بين طرفين، فيقوم أحدهما بإحداث شج لآخر أو إتلاف أو تعطيل منفعة أحد أعضائه، فهنا بالتالي سوف يرتفع هذا أيضا وترتفع تقديرات الجروح. تعتبر حوادث المرور من أكثر مسببات القتل الخطأ في بلد سجل أعلى نسبة وفيات في الطرق على المستوى العربي بمعدل 49 وفاة لكل 100,000 من السكان حسب وكالة الأنباء السعودية. وينتظر أن يسهم رفع قيمة الدية في الحد من التهور والسرعة التي غالبا ما تكون سببا في الحوادث المميتة. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة. طبعا حول هذا الموضوع معنا من استوديوهاتنا في جدة المحامي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد جمعان المالكي. يا هلا ومرحبا فيك. يعني بعد 30 عاما من الجدل الشرعي والقانوني، قرر مجلس القضاء الأعلى أخيرا أن يعدل مبلغ الدية بالنظر إلى ارتفاع أسعار الإبل في الوقت الراهن. كيف تقرأ هذا التعديل؟ اهلا وسهلا فيك يا استاذنا الفاضل، ونمسي عليك بالخير وعلى الاخوه والاخوات المشاهدين. طبعا حقيقه قراءتي للخبر بشكل مبدئي انه خبر جيد حقيقه، ونتيجه مطالبات عديده من العديد من الباحثين في علوم الشريعه وعلوم القانون، من خلال ما لاحظناه من عدم تناسب الديات مع التطورات التي حدثت في المجتمع السعودي بشكل عام، سواء من النواحي الاجتماعية أو من النواحي المادية. طبعا المعمول فيه في المحاكم السعودية سابقا في مسألة القتل الخطأ، القتل العمد طبعا عقوبته بالغالب هو القصاص ما لم يتنازل أهل الدم، لكن في القتل الخطأ عندما يتم تقرير الدية يتم تقريرها عن طريق مبلغ مالي وهو 100,000 ريال، وهذا المبلغ هو ما تم الاتفاق عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء سابقا عندما قدروا المائة راس من الإبل ب100,000 ريال. طبعا هذه كانت خلال 60 عام الماضية، كانت هذه هي الزيادة الثالثة.
زيادة الثالثة خلال تقريبا 60 عام في السعودية، بدأت تديها ب 45 ألف، بما معناه أنه المائة رأس من الإبل تسوى 45 ألف، ثم 60 ألف، ثم الزيادة الأخيرة 100 ألف ريال للقتل الخطأ، و 110 ألف ريال لما يسمى بالقتل العمد في حال قرر أولياء الدم التنازل وطلب الدية. حقيقة الزيادة كانت نتيجة دراسات أجرتها هيئة كبار العلماء في عام 2009، وأقرتها أيضا المحكمة العليا في السعودية، وتم رفعها للمقام السامي الذي أقر هذه التوصيات. وتقريبا منذ 3 أيام صدر الأمر الملكي باعتماد زيادة مبالغ الدية في القتل الخطأ إلى 300 ألف ريال، وفي القتل العمد إلى 400 ألف ريال. لكن ما السؤال اللي يطرح نفسه في هذا المقام، وأنا لم أطلع حاليا على الأمر الملكي حتى أستطيع أن أعطي رأي واضح في مسألة هل هذه الزيادة وبالأخص في القتل العمد حتكون ملزمة، بمعنى أنه حنقضي على ما يسمى في السعودية بالمتاجرة بالرقاب، وهو من خلال طلب ديات باهظة جدا وصلت أحيانا إلى مئات الملايين من الريالات، وكلنا شاهدنا في وسائل الإعلام العديد من الحالات في مناطق السعودية. جميل. الأمر الملكي إلى الآن لم يتم تفصيله، هل هو في جزئية القتل العمد هل هو ملزم، بمعنى أنه المحاكم السعودية لن تقر أي مبلغ دية فوق 400 ألف ريال، أم أنه مبلغ مقترح لبحثه بين أطراف الخصومة؟ واضح. طيب سجلت مثلا أسعار الإبل يعني ارتفاعا يعني منذ أكثر من 10 أعوام تقريبا مضت، وعلى رغم ذلك يعني استغرق التعديل أكثر يعني من 30 عاما من الدراسة، يعني كيف تفسر هذا التأخير؟ والله أنا أفسره طبعا بشكل عام للبيروقراطية عندنا في المملكة. لا شك أنه المسألة بدأت بمطالبات عديدة، هذه المطالبات حتى تجد أذان صاغية قد تكون هذه الأذان ليست صاحبة قرار، وبالتالي تخضعه لدراسات ولجان قضائية. لا شك أن الموضوع فيه جوانب شرعية وفيه جوانب قضائية، وبالتالي يحتاج لمزيد من الوقت والدراسة. يحتاج 10 سنوات؟ لا أعتقد، لا أعتقد يعني 10 سنوات لا أعتقد أنه 29. صحيح، أنا أعتقد أنه من هذا القرار كان مفترض أن يكون صدر في عام 2000 أو 2000. أنا قلت 10، نقصت 20 سنة أنا، وهي 30 سنة. أنا أعتقد أنه في عام 2000، في من عام 2000 إلى 2002 كان مفترض يكون هذا القرار قد صدر. جميل. أتوقع أنه عندنا فاصل، طيب خلونا نذهب إلى فاصل، ومن ثم إن شاء الله نرجع ونكمل النقاش، ابقوا معنا.